صباح الخير عليكم ومساء الخير عليكم. زارني اليوم عائلة مازن الفارس أحفاد عبد الرحمن الزامل. الله مرحييكم. الله يحييك. والله الساعة المبروكة. وهاللي تطل علي ها؟ ها؟ شو أخبارك؟ زينة العصافير؟ أنت والله العصفورة. وأنت شو اسمك؟ لما. ولما وأنت؟ ديما. ونعم والله شرفتوني ما شاء الله عليكم، ولا تخافون من العصافير؟ الله ما يحييكم ويا هلا والله وسهلا. الله يجزاك خير ويطول عمرك ويبارك فيك ان شاء الله. امين.